بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، الحديث الثالث من بدء الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند قولها رضي الله تبارك وتعالى عنها: وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية. وقلنا أي صار نصرانيا، أي صار نصرانيا. وفي الجاهلية يعني الفترة التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل رسالته صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة. وقد تطلق الجاهلية ويراد بها ما قبل دخول المحكي عنه في الإسلام، ولذلك أمثلة كثيرة. قالت: وكان يكتب الكتاب العبراني، أو قال الراوي: وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، ما شاء الله أن يكتب. في رواية يونس في التفسير، وكذلك في رواية معمر في التعبير، وكذلك عند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل، فيكتب من العربية، فيكتب بالعربية من الإنجيل. والجميع صحيح، لأن ورقة تعلم اللسان العبراني، اللسان العبراني والكتابة العبرانية، فكان يكتب العبراني، يكتب الكتاب العبراني، كما كان يكتب كذلك الكتاب العربي، لتمكنه من الكتابين واللسانين. وتمكن كذلك من معرفة دين النصارى، بحيث صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع شاء منه، أي من الإنجيل، بالعبرانية إن شاء وبالعربية كذلك إن شاء. وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه، لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرا، يعني ما كان يحفظ التوراة أو الإنجيل إلا النبيين، النبيون من أهل الكتاب أو الأحبار المتقاعدون في العلم، المتقاعدون في العلم. فلم يكن حفظهما متيسرا كحفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمة، وذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، لقول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي ولقد يسهلنا القرآن العظيم، سهلنا ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدق معنى، وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا. فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير، وسهله عليه سبحانه وتعالى. وجاء عند مسلم وأحمد من حديث عياض المجاشعي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رب العزة تبارك وتعالى قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. فالمعنى أن الكتاب هنا محفوظ حفظ إيه؟ حفظ صدر، حفظ إيه؟ حفظ صدر. فالإنسان اللي حافظ شيء من كتاب الله، أو حافظ كتاب الله، حافظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه اغتسل، نزل في الماء، نزل في البحر، هل يؤثر ذلك على ما في قلبه من حفظ؟ لا يؤثر. لكن لو إن كلام مكتوب في أوراق، مكتوب في كتاب، مكتوب في قرطاس، ونزل عليه مية، هيجرى له إيه الكلمات ديت؟ الحبر بإيه؟ يتحلل، ويعني يذهب المداد، تذهب الأحبار وكذا، ويذهب الورق نفسه إلى آخر هذه الأمور. فكان من ميزة هذه الأمة ومن الخصوصية التي خص الله تبارك وتعالى به الأمة أن أناجيلها في صدورها، قرآنها محفوظ في
في صدورها في صدورها. وكذلك قيد الله تبارك وتعالى أيضا أن يحفظ بالإيه؟ بالكتابة، أن يحفظ كذلك بالكتابة، سواء كان الكتاب أو سواء كانت لي أو سواء كانت السنة، كما تقدم بيانه في قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. واضح كده؟ فمن ميزة هذه الأمة وخصوصية هذه الأمة أن كتابها لا يغسله لي لا يغسله الماء، لأنه في حفظ لي محفوظ في لي محفوظ في الصدور، محفوظ في الصدور، أي أنه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب، بل يبقى على مر الأزمان، بل يبقى على مر الأزمان. وكان شيخا كبيرا قد عمي، شيخ يشيخ شيخا أو شيخوخة وشيوخة، يعني استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب. فالشيخ قيل أنه من الخمسين إلى آخر العمر، وقيل من الخمسين إلى الثمانين. ويطلق الشيخ أيضا كذلك على المكانة، يعني الشيخ مطلق على المتقدم في السن، وهذا بعلي شيخا، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني تقدمت به الإيه؟ تقدمت به السن، تقدمت به السن. طيب، ويطلق أيضا الشيخ يراد به المكانة، ذو المكانة، ذو أهل العلم، أهل الفضل، أهل الرياسة، ماشي كده، ده شيخ الإيه؟ شيخ القبيلة، مشيخة المدينة، وهكذا. فيطلق لهذا، يطلق للسن، ويطلق ذلك للإيه؟ للمكانة والعلم والفضل والرياسة. والجمع شيوخ وأشياخ، والجمع شيوخ وإيه؟ وأشياخ. فقالت له خديجة رضي الله عنها: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. قال أهل العلم: هذا النداء على حقيقته، إن هو إيه؟ يا ابن عم، هو ابن عم خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ماشي كده. فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، فهو إيه؟ ابن عمها حقيقة، ابن عمها إيه؟ على الحقيقة. لكن جاء عند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى بلفظ يا عم، فبقى عندنا كده إيه؟ يا ابن عم، وعندنا إيه؟ يا عم. فقال النووي: وكلاهما صحيح، أما الأول فلأنه ابن عمها حقيقة، فإنه ورق ابن نوفل ابن أسد، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد رضي الله عنها. وأما الثاني فسمته عما مجازا للاحترام، وهذا من عادة العرب في آداب خطابهم، يخاطب الصغير الكبير بيا عم احتراما له ورفعا لمرتبته، ولا يحصل هذا الغرض بقولها يا ابن عم، يعني لا يحصل هذا الايه الرفعة وهذا الاحترام إذا قالت ايه يا ابن عم، فكأنها يعني ايه تكلمت باللفظين، تكلمت بالايه باللفظين يا عم ويا ابن ايه ويا ابن عم، يبقى يا ابن العم على الحقيقة في النسب والقرابة، وكذلك يا عم لإرادة الايه التوقير والاحترام وإبراز المكانة. واضح كده؟ طيب، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى يعترض على هذا الايه على هذا الكلام، يعترض على هذا الكلام، فيقول ان لفظ عم الذي هو عند مسلم هو وهم، هو ايه وهم، يعني وهم من بعض الرواة، احد رواة الايه الحديث، لانه ان كان صحيحا يعني على المعنى المجازي من الاحترام والتوقير لجواز إرادة التوقير لكان، لكن القصة لم تتعدد، القصة لم إيه؟ لم تتعدد، لا يعني لم تتعدد، يعني إيه؟ يعني إن ما جاش إن خديجة ترددت على ورقة أكثر من مرة، أكثر من إيه؟ أكثر من مرة، فبالتالي تكون في مرة قالت له يا ابن عم على الحقيقة، وفي المرة الثانية قالت له يا إيه؟ يا عم، فلم تتعدد القصة، أدي واحدة. الأمر الثاني مخرج القصة متحد، يعني ما عندناش طرق، ما عندناش أسانيد متعددة لهذه الإيه؟ لهذه الواقعة، فالمخرج فيها كذلك إيه؟ متحد، إذا لم تتعدد، والمخرج كذلك إيه؟ متحد، لم تتعدد الطرق، لم تتعدد الطرق. فإذا كان الأمر كذلك فقال فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين، لا يحمل على أنها قالت ذلك إيه؟ مرتين في وقعة واحدة في مكان واحد في زمان واحد، ما جاءتش هذه المسألة، فتعين الحمل على الحقيقة. يبقى كندو دلوقتي بيرجح إيه بقى؟ يبقى دلوقتي في لفظين متعارضين، فرجح إيه؟ لفظ يا ابن العم اللي هو إيه؟ الحقيقة، لا الإيه؟ المجازي، لا القول الإيه؟ اللفظة على المجاز، على المجاز. وإنما جوزنا ذلك فيما مضى،
إيه فيما مضى؟ يعني دلوقتي عندي رواية قالت يكتب الكتاب العبراني ويكتب الكتاب الإيه؟ العربي. ليه جوزنا ديت؟ قال لك هجوزنا هذه المسألة لأن هذا من تصرف الرواة، هذا من تصرف الإيه؟ بعض الرواة، بعض الرواة قال ذلك وبعض الرواة قالوا إيه؟ غير ذلك. يعني هو عايز يبين ماهية هذا الأمر، يبين وصف ورقة رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. إذا كانت بهذه المثابة فهذا تصرف من الراوي وليس منين؟ وليس منين؟ وليس من الأصلي. فكأن هنا هتكون اللفظة هنا جاية نوع من الإدراج للتفسير، أو أنه ممكن يكون أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى قالت ذلك مفسرة أو مبينة للكتاب العربي والكتاب الإيه؟ والكتاب العبراني. واضح كده؟ فإذا كانت المسألة على كده فده تصرف من إيه؟ تصرف من الراوي، تصرف من الراوي، بخلاف إيه؟ ابن عم أو يا عم، دي ما تتأتش فيها بقى إيه؟ تصرف، ما تتأتش فيها تصرف. فلذلك لجأ الحافظ ابن حجر إلى إيه؟ إلى ترجيح ابن عم على أن ذلك هو الحقيقة، وعلى لفظ أو رواية يا عم أنها هنا إيه؟ لم تتعدد الواقعة، وكذلك لم إيه؟ لم يعني تتعدد الطرق إليها، لم يتعدد يعني متحدة المخرج، ولم تتعدد الطرق في طرق الأسانيد لهذه الرواية. قال لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة، واختلفت المخارج فأمكن التعدد أو أمكن التعداد لذلك. وهذا الحكم يطرد في هذه الأمور وجميع ما يشبهه، وجميع ما يشبهه. لكن البدر العيني تعقب الحافظ ابن حجر فقال يحتمل أنها تلفظت باللفظين، وكون أن القصة متحدة لا ينافي التكلم باللفظين. فهنا كأنه حيقول أنها قالت له يا ابن عم، وبرضو قالت له يا إيه؟ يا عم، انها نطقت بالايه؟ باللفظين يا ابن عم، لمراد انها تريد ان تستجمعه وتستعطفه لان ينتبه لاثاره الرحم او صله القرابه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في تنبيه على عظم الامر وعلى ان اللي انت هتكلمه دوت هو ايه؟ ابن اخيك في الايه؟ في القرابة وفي النسب. في هنا في نوع من الاستعطاف لهذا الأمر. وفي الناحية الثانية خصت بمسألة إيه؟ يا ابن عم ليها على مسألة قرابتها منه، وبرضو يا عم على مسألة إنها إيه؟ أرادت بذلك يعني احترامه وتوقيره وإبراز مكانته على ما المعتاد عندهم، والله تعالى أعلى وأعلم. اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ طيب هنا اسمع من ابن أخيك، هل برضو دي على الحقيقة ولا فيها مجاز؟ قال أهل العلم لأن ورقة هو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، فهو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في قصي ابن كلاب، في قصي ابن كلاب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى قصي، يبقى قصي الجد الإيه؟ الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ في حين ان قصي الجد الثالث لمين؟ لورقة. يبقى من هذه الصفة هو ابن ايه؟ هو ابن اخيه. يبقى اسمع من ابن ايه؟ من ابن اخيك، يعني ابن ايه؟ ابن اخي جدك. ها؟ يبقى النبي يصل الى قصي بايه؟ قصي الجد الرابع للنبي، ماشي كده؟ في حين ان ورقة قصي الجد ايه؟ الجد الثالث له. فمن هذه المكانة او على هذا النوع يكون النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ابن أخيه من هذا الجانب أو من هذه الناحية. واضح المعنى كده؟ نعم. أو أنها قالته أيضا على سبيل التوقير لسنه، قالته أيضا على سبيل التوقير لسنه، وإنما عبرت بذلك لورقة تعظيما لشأنه واستعطافا له، واستعطافا له. وفيه إشارة إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره، من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول. فدلوقتي مين اللي اتكلمت؟ خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، خديجة بنت عم مين؟ ورقة. ويقول له اسمع من مين؟ اسمع من ابن أخيك. وضحت كده المسألة؟ فهذا فيه نوع من الاستعطاف، فيه بيان درجة هذه القرابة ودرجة هذه المكانة.
وذلك مستفاد من قولها لورقة: اسمع من ابن أخيك. أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك بلاغة، أو أن ذلك أبلغ في التعليم. والمعنى: اسمع من ابن أخيك ما يقول، اسمع من ابن أخيك ما يقول، أو الذي يقول صلى الله عليه وسلم. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب أحاديث الأنبياء ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أن الناموس هو صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. يعني عايز يقول إن هذا الناموس هو صاحب الرجل الذي يطلعه دون غيره على ما يضمره وعلى ما يخصه من أمر وما في باطن أمره. واضح كده؟ واضح المعنى؟ طيب، فإذا كان الأمر كذلك، قال بعضهم: الناموس أو ناموس الرجل صاحب سره، وكل شيء سترت فيه شيئا فهو ناموس له. كل شيء دخلت جواه حاجة تخبيها، يعني سترت فيه شيئا فصار ناموسا، إيه؟ صار ناموسا له، صار ناموسا له. وزعم البعض أن الناموس صاحب سر الخير، وأن الجاسوس صاحب سر الشر، وهذا يعني فيه مباينة، هذا ليس بإيه؟ ليس يعني بقول له هذه الوجهة. وإن كان هناك من سوى بين الناموس والجاسوس أيضا، سوى بإيه؟ سوى بينهما، لكن الصحيح هو الإيه؟ الصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول. وقال أهل العلم: الناموس المراد به جبريل عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: يقال نمست السر بفتح النون والميم، أنمسه بكسر الميم نمسا أي كتمته، ونمست الرجل ونامسته يعني صاررته، يعني أصررت إليه بالإيه؟ بأمر في نفسي. واضح كده؟ أصررت إليه وخصصته بإيه؟ بما يتعلق بباطن أمري. واتفقوا على أن جبريل عليه السلام هو يسمى الناموس، واتفقوا على أنه هو المراد هنا، وقالوا سمي بذلك لأن الله تعالى خصه بالغيب والوحي، فهو الأمين على إيه؟ على الوحي، فهو الأمين على الوحي. وأهل الكتاب يسمون جبريل عليه السلام بالناموس الأكبر، يسمون جبريل بالناموس الإيه؟ بالناموس الأكبر. والناموس أيضا الحاذق، الناموس أيضا الإيه؟ الحاذق. والناموس أيضا ما لطف مدخله، ما دق ولطف مدخله. والناموس أيضا القانون والشريعة، والجمع نواميس، والجمع نواميس. قوله نزل الله على موسى، قال في الفتح: ولم يقل على عيسى، مع كونه نصرانيا، مع كونه نصرانيا. قال: لأن كتاب موسى عليه الصلاة والسلام مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف كتاب عيسى، بخلاف الإنجيل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هيكون إيه؟ مشتمل بقى لجميع الأحكام، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا يحتاجون إلى إيه؟ إلى شريعة بعد شريعته صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يحتاجون ولا يحتاج أحد إلى شريعة بعد شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ليس هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عيسى فإنه لا ينزل على كونه نبي، ولكنه ينزل على أحد الإيه؟ خلفاء المسلمين. واضح كده؟ خلفاء الإيه؟ خلفاء المسلمين، من أئمة المسلمين، من أئمة المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، هنا البعض يقول أن وجه المناسبة لذكر موسى دون عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لما ذكر لورقة ما نزل عليه من قول الله عز وجل: اقرأ ويا أيها المدثر ويا أيها المزمل، فهم ورقة. يبقى كأن ورقة قال ذلك أن موسى الذي نزل الله على موسى، على أن المسألة هنا مسألة إيه؟ مسألة استقرائية، يعني ده فهم لمين؟ فهم لورقة. فهم لإيه؟ فهم لورقة. نعم، فهم ورقة من ذلك أنه كلف بأنواع من التكاليف، ف
فناسب ذكر موسى لذلك عليه الصلاة والسلام، لأن الذي أنزل الله على عيسى إنما كان مواعظ، كذا قال القطب الحلبي، وهذا مردود، هذا مردود، مردود بما بأمور، أولها يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، أنها نزلت بعد إيه؟ نزلت بعد فترة الوحي، والثابت أن ورقة مات إمتى؟ مات قبل ذلك، مات عند بدء البعثة، فموت ورقة مبكر جدا، فلم يكون موته بعد إيه؟ يا أيها المدثر، ولا بعد إيه؟ ولا بعد يا أيها المزمل، واضح كده؟ فهذا أيضا فيه نظر، وهذا الصور ديت نزلت بعد إيه؟ فترة الوحي، بعد تأخر الوحي مدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاجتماع كما هو ظاهر الحديث بورقة في أول البعثة وفي مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، زعموا أن الإنجيل كله إيه؟ مواعظ وليس فيه تشريع، هذا أيضا متعقب بل مردود بما جاء في كتاب الله عز وجل، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ماشي كده؟ طيب ايه المسألة بقى كده؟ معلوم ان في كتاب الله عز وجل ايضا بيان ان الله تبارك وتعالى حرم انواعا من الأطعمة على بني اسرائيل، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ماشي كده؟ واضح كده؟ كذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، واضح؟ يبقى في ايه؟ تحريم، يبقى في انواع كده حرمت من الامور المباحه حرمها. طب التحريم هنا ده بنسميه حكم ايه؟ حكم شرعي، واضح كده؟ طيب لما جاء عيسى عليه الصلاه والسلام بالانجيل قال لهم ولأحل لكم، طيب يبقى دلوقتي في حكم متقدم في التوراه بالايه؟ بالتحريم، ماشي كده؟ حكم شرعي متقدم بالايه؟ بالتحريم، وجاء في الانجيل ان ذلك ايه؟ أحله الله على لسان عيسى لهم، يبقى دلوقتي إيه؟ حل بعدما كان إيه؟ بعدما كان محرما، والنسخ ما هو؟ حكم شرعي متقدم يرفعه حكم شرعي آخر متأخر، ماشي كده؟ يبقى في حكم شرعي لابد أن يكون حكم إيه؟ شرعي، يبقى ده حكم شرعي من الله عز وجل أن الأمور المباحة ديت هيحرم عليكم ببغيكم وبعدوانكم، يبقى حرمت، ماشي كده؟ طيب وجاء في الإنجيل فماذا فعل؟ أحلها لهم، يبقى ده بنسميه إيه؟ بنسميه نسخ، بنسميه إيه؟ نسخ. فهذا ما يسمى إيه؟ ما يسمى نسخا في أصول الفقه، واضح كده المسألة ديت؟ طيب يبقى دلوقتي يخرج يرد هذا الكلام كلام من قال أن هذا أن الإنجيل فيه إيه؟ فيه مواعظ، فيه مواعظ أو كله مواعظ، لا ده فيه أحكام، لكن فيه إيه؟ جزء يسير من الأحكام، ليس كالتوراة في الأحكام، لأنه يعتبر في الحقيقة متمم للتوراة، هكذا متمم للإيه؟ متمم للتوراة. فبنقول أن كل الأنبياء بعد موسى من بني إسرائيل على شريعة موسى عليه الصلاة والسلام حتى عيسى، لكن بس هيجب بالجزئية بتاعت الإيه؟ بتاعت نسخ لبعض الأحكام، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يبقى في نسخ لبعض إيه؟ لبعض الأحكام بس اللي موجودة عندهم في التوراة. هنا مسألة ممكن نقف عندها تفيدنا شوية حتى يأتي موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. البعض يقول لك هنا طيب عيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هيعمل إيه؟ يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ولا يقبل إلا الإيه؟ ولا يقبل إلا الإسلام. طيب هنا مش دايب أنسخ بقى؟ مش دايب أنسخ؟ اولا طبعا للعلماء كلام في هذا المعنى، للعلماء كلام في هذا الايه؟ في هذا المعنى، ولكن الكلام له امور اخرى في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، في ان اليهود والنصارى كذبوا في امر عيسى، كلاهما افرط وكلاهما فرط، واضح كده؟ طيب فنزول عيسى يبقى في اقامة حجة على مين؟ على اليهود والنصارى، على اليهود والنصارى في إفكهم وفي ضلالهم وفي مجاوزتهم حدهم في إيه؟ في عيسى، سواء كان من اليهود أو سواء كان إيه؟ قول النصارى في عيسى، ماشي كده؟ طب إذن بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام على ما اختلفوا فيه، هل يكون لهم عذر في غير قبول الإسلام؟ يقبل منهم غير ذلك؟ ده أحد الوجوه، لكن اللي يهمنا بس في جزئية النسخ، علشان البعض يقول لك هنا يبقى في نسخ اهو، لا نقول اولا احنا عرفنا
إن الجزية حيضعها عيسى، من عيسى؟ عرفنا ده من عيسى؟ ما نعرفوش. مين اللي قال لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحكم مبتدأ ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو اللي بين، يبقى على فرض أو على تقديري إن المسألة فيها نسخ، يبقى من الحكم النسخ صدر ممن؟ وبيان النسخ ممن؟ يبقى من النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي حينفذ؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. يبقى الحكم إذا كان ناسخا لأمر الجزية في زمان عيسى، ده مبتدأ ممن؟ من رسول الله. يبقى ما فيش، يبقى النسخ برضو من عند من؟ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من عيسى. لكن عيسى إيه؟ منفذ للأمر المتقدم، منفذ للحكم الإيه؟ الحكم السابق الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت كده؟ فيبقى برضو حتى مسألة النسخ دي ما إيه؟ ما تمشي شو إن كان في كلام يعني يأتي في إيه؟ في موضعه بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى على اللي حيجي يقول لا الـ دي مسألة إنه دليل استقرائي بعد اقرأ يا أيها المدثر أيها المزمل، لا، ورقة ما حضرش هذه الفترة، ما حضرش هذه الإيه؟ الفترة، وهذا نزل بعد فترة الوحي، يبقى ملوش وجه. على إنه كل مواعظ وكذا وكذا مردود يرده إيه؟ يرده القرآن. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وثبت في كتاب الله عز وجل أن رب العزة تبارك وتعالى حرم عليهم ببغيهم أنواع من الإيه؟ أنواع من الطيبات أو أنواع من المبيحات. فهذا حكم شرعي، حكم شرعي متقدم في التوراة. جاء في الإنجيل أن إيه؟ أن الله تبارك وتعالى أحل لهم جزءا مما حرم عليهم ببغيهم وعدوانهم. يبقى ده بنسميه إيه؟ بنسميه في الشريعة نسخ. واضح كده؟ يبقى الكلام كله إيه؟ كله مردود في هذه المسألة. على إن الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى ذكر أن في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة أن خديجة أولا أتت ابن عمها، يبقى راحت لإيه؟ لورقة بدون النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، فأخبرته الخبر فقال لئن كنت صدقتني إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أو لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم. ماشي كده؟ التبديل والتحريف الذين وقعوا فيه. فعلى هذا فكان ورقة يقول طار ناموس إيه؟ ناموس موسى وناموس إيه؟ وناموس عيسى. فلما ذهبت إليه بمفردها قال لها ناموس عيسى، ولما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ناموس إيه؟ ناموس موسى، ناموس موسى. على هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. أما ما تحمل له السهيلي، تحمل له يعني التمس له الحيلة، التمس له حيلة من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم اللي هي الآب الابن الروح القدس، نعم، فهو محال لا يعرج عليه في حق ورقة. هذا قول لا يوقف عنده ولا يلتفت إليه في حق ورقة، لأن ورقة لم يقع في التبديل ولم يأخذ ممن بدل، ولم يأخذ ممن إيه؟ ولم يأخذ ممن بدل. فهذا قول إيه؟ قول مردود. الأمر الذي بعد ذلك، أو لأن موسى، ده كلام الحافظ بقى، بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى، كذلك وقعت النقمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة وهو أبو جهل بن هشام ومن معه يوم بدر. هذا الكلام من الحافظ أيضا فيه نظر، فيه إيه؟ فيه نظر، فيه نظر أولا لأمرين. الأمر الأول ما أخرجه أحمد في المسند من طرق عن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى عن أبي عبيدة، عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قتلت أبا جهل، فقال صلى الله عليه وسلم انطلق أرينيه، انطلق أرينيه. فانطلقنا فإذا به، فإذا به يعني إذا به بجسد هذا الكافر، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرعون هذه الأمة. هذا الحديث حديث ضعيف الإسناد لانقطاعه، فأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يستصغر في أبيه، يستصغر في إيه؟ في أبيه، فتبقى روايته عن أبيه مرسلة، يعني منقطعة فيها انقطاع لأنه يستصغر في عبد الله بن مسعود. هذا أمر. الأمر الثاني يتعلق بورقة، إذا كانت المسألة كده أن بعث بالنقمة على أبي جهل بن هشام، طيب ما الذي يدري ويعلم ورقة بهذا الأمر؟ وورقة ما مات إلا إيه؟ في مبدأ البعثة،
هيعرف منين هذه المسألة أن أبا جهل بن هشام لن يسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث له أو يبعث له بالنقمة وأنه يقتل يوم بدر ويلقى في قليب بدر إلى آخر هذه المسألة؟ من أين لأبي لورقة بهذا العلم وبهذا الإدراك؟ فهذا أيضا فيه بعد، هذا أيضا فيه يبعد هذا القول، والله تعالى أعلى وأعلم. الأمر الذي بعد ذلك أنه قال أو قاله تحقيقا للرسالة، ده كلام الحافظ، أو أن ورقة قاله تحقيقا للرسالة، لأن نزول جبريل على موسى عليهما الصلاة والسلام متفق عليه بين أهل الكتاب، بخلاف عيسى فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوة عيسى ويقولون فيه قولا عظيما قاتلهم الله أن يؤفكون، ماشي كده. طيب الكلام هنا برضو كلام فيه نظر، قال كلام يعني يرد. ليه يرد؟ لأن قلنا أن اليهود قوم بهت كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومعلوم أن ورقة لم يقع في التبديل، ماشي كده، ولم يأخذ عمن بدل، وبالتالي فإن ورقة يخالف اعتقاد اليهود والنصارى في إيه؟ في عيسى عليه الصلاة والسلام، وما كان ورقة ليتكلم بما يخالف معتقده، مش كده؟ مش ممكن هيخالف المعتقد الصحيح عنده لأجل إيه؟ لأجل أن يتفق مع يهود أو نصارى. فأيضا هذا القول لا إيه؟ لا يسلم، فهذا القول أيضا لا إيه؟ لا يسلم للحافظ رحمه الله تبارك وتعالى. فما كان ورقة ليخالف معتقده في صحة نبوة عيسى لإنكار اليهود له، كذلك ما جاء واستند به الحافظ نفسه في الدلائل لأبي نعيم بإسناد حسن أنه طار قال لها إيه؟ ناموس عيسى، وطار قال لها إيه؟ ناموس موسى، باعتبر أنه ذهبت إليه أولا فقال لها ناموس إيه؟ عيسى، ولما ذهبت له بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ناموس إيه؟ ناموس موسى، والله تعالى أعلى وأعلم. فبان بذلك أن الصواب هو القول الإيه؟ القول الأول، القول الإيه؟ القول الأول بالنسبة لإيه؟ إن التوراة كما هي أصل التشريع عند اليهود عند بني إسرائيل، كذلك إن كتاب التشريع الخاتم الحاكم والمهيمن على ما سبقه هو إيه؟ القرآن أو المنهج ككل، والله تعالى أعلى وأعلم. واضح كده؟ فهذا هو القول الصواب، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله يا ليتني فيها جذع، دي رواية، جاءت رواية تانية يا ليتني فيها جذعا، فعلى رواية الرفع يا ليتني فيها جذع ما فيش إشكالية، لأنها هتبقى هنا إيه؟ خبر ليت، فما فيش مشكلة فيها. لكن الكلام على إنها بقى إيه؟ على رواية النصب جذعا، هنا يبتدي يختلف أهل العلم تيجي إزاي المسألة ديت. فالبعض قدرها أو قدر إن داي إن جذعا خبر كان محذوف، خبر كان إيه؟ محذوف، يعني ليتني أكون فيها جذعا، ماشي كده؟ يبقى خبر كان إيه؟ محذوفة، خبر كان المحذوفة، ماشي كده؟ طيب وتدلوا لكده بقوله تبارك وتعالى إيه انتهوا خيرا لكم، انتهوا إيه؟ قالوا في تقدير هنا في حذف انتهوا يكن خيرا لكم، يكن إيه؟ خيرا لكم. البعض الآخر قال لا يا ليتني جعلت فيها جذعا، تأويل تاني. بعضهم قال أنها منصوبة على الحال، منصوبة على الإيه؟ على الحال، لكن في الحالة دي هيبقى خبر ليت في إيه؟ فيها، والهاء تعود على إيه؟ على أيام الدعوة، والهاء تعود على إيه؟ على أيام الدعوة، والله تعالى أعلى وأعلم. والجذع بضم الجيم والذال بفتح الجيم وضم الذال وفتح الذال المعجمة، الجذع هو الصغير من البهائم، يعني يريد بذلك إيه؟ الشباب، مرحلة الشباب، مرحلة الشباب، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصرة الدين ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين سر وصف ورقة بأنه إيه؟ كبر وإيه؟ وعمي، كبر وعمي. أما قوله يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، وجاء في رواية التعبير حين يخرجك قومك، وكذلك عند مسلم. قال ابن مالك رحمه الله فيه استعمال إذ في المستقبل كإذا،
وهو صحيح وهو إيه؟ وهو صحيح. طبعا إذ ممكن تيجي للتعليل ممكن يعني ليها صور، لكن الكلام هنا على ما نحن بصدده أن إذا وإذ حرف توقيت، إذ وإذا حرف إيه؟ حرف توقيت مبنيان على السكون، مبنيان على الإيه؟ على السكون. الغالب في إذ أنها تأتي مع الماضي، الغالب في إذ تأتي مع الإيه؟ تأتي مع الماضي. قال الله عز وجل وإذ فرقنا بكم البحر، الخطاب هنا لمين؟ لليهود. أنه يهود دولت؟ دول يهود المدينة مش كده؟ والكلام هنا على إيه؟ ما كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، ماشي كده؟ وإذ فرقنا بكم الإيه؟ فرقنا بكم البحر، بهنا على بابها جاية مع الإيه؟ جاية مع الماضي. وقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم، يبقى برضو على إيه؟ على ما هي بصدده من استعمالها على صيغة أمر الماضي. طيب لكن الكلام بقى إذا جاءت إذ مع المستقبل يبقى إيه وضعها وإيه حكمها؟ فقال أهل العلم إذا جاءت مع المستقبل كان المعنى ماضيا، كان المعنى ماضيا، كقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، فالمعنى إيه؟ مكروا. وكقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وإذ تقول وإذ إيه؟ وإذ قلت لزيد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. طيب بالنسبة بقى لإذا، قلنا أن إذا تأتي غالبا مع الإيه؟ مع المستقبل، تأتي غالبا مع الإيه؟ مع المستقبل. طيب إذا جاءت إذا مع الماضي، إذا جاءت إذا مع الماضي قالوا كان المعنى للمستقبل، كان المعنى مستقبلا، كقول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، يبقى المعنى إيه؟ إذا يجيء، إذا يجيء، إذا يجيء، واضح كده؟ طيب وقوله تعالى فإذا جاءت الإيه؟ الطامة الكبرى، جاءت الإيه؟ الصاخة، يبقى إذا إيه؟ إذا تجيء، إذا تجيء. والله تعالى أعلى وأعلم. وقال البلقيني استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزله منزلة الإيه؟ منزلة الواقع لتأكده، يبقى ده دليل على أنه تكلم بإيه؟ عن علم مش أمر استقراء، يبقى العلم هنا إيه؟ من علم من ما عنده من علم الكتاب الأول من التوراة والإنجيل، من التوراة والإنجيل. ويقول ذلك هنا أو يقوي ذلك هنا رواية حين يخرجك قومك، حين يخرجك قومك، ففيه دليل على جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل خير، كأن يتمنى الإنسان أنه لو حضر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليبذل ماله ونفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به إن شاء الله تبارك وتعالى. أو لأن ورقة تمنى أن يعود شابا وهو مستحيل عادة، ويظهر لي كما قال الحافظ أن التمني ليس مقصودا على بابه، ولكن المراد به هنا التنبيه على صحة ما أخبر به، يبقى هو بيؤكده، ودليل هذا التأكيد وقوته أنه يتمنى أن يعود شابا، يبقى مش هيقول كده إلا إذا كان الأمر متحقق الوقوع، متحقق الوقوع. والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به صلى الله عليه وسلم من أمر الله تبارك وتعالى. لكن هذا أيضا يوقفنا على التنبيه على أهمية دور الشباب في الدعوة، دور الشباب في الدعوة، وأهمية العناية بالشباب والحرص على تعليمهم وتوجيههم. ولذلك يعني نحن نرى أمور تفزع وأمور تزعج، وأمور إيه؟ وأمور تزعج، فلا بد من استنفار الطاقات حتى تستغل طاقة الشباب على أفضل وجه، يعلموا، يعلموا، يأخذوا العلم، مشكات النبوة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجه التوجيه الأمثل لما فيه خير الدنيا والآخرة، لما فيه خير الدنيا والآخرة، وخيرهم مما لا شك فيه، وخير إيه؟ وخير البلاد، خير العباد، خير الدعوة، خير الدين، إلى آخر هذه الأمور، فلا بد من التنبيه على هذا المعنى كذلك. قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، أو مخرجيهم، هذه كقول الله عز وجل بمصرخي، بإيه؟ بمصرخي، وهو جمع مخرج، فالياء الأولى ياء الجمع والثانية ضمير المتكلم، وفتحت للتخفيف لئلا يجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين. يعني إيه المعنى؟ إن مخرجي الأصل فيها إيه؟ مخرجين، كم ياء كده؟ اتنين ونون،
فالنون هتحذف للإضافة إلى الضمير، والياء التانية اليائين بقى يضغموا فتبقى ياء واحدة إيه مشددة. وضحت المعنى؟ زي مصرخي، مصرخي برضو إيه مصرخين، اتنين ياء وإيه ونون، يبقى نون هتحذف للإضاءة لأنها مضافة إلى الضمير ماشي كده، واليائين يضغمها تبقى ياء واحدة إيه مشددة، ياء واحدة مشددة. واضح الكلام؟ طيب فذهبت النون للإضافة وأضغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة، في ياء الإضافة. قال الحافظ رحمه الله: واستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج صلى الله عليه وسلم. ليه يخرج صلى الله عليه وسلم وما كان عند قريش إلا الأمين عليه الصلاة والسلام، وشمائله ومناقبه وأوصافه أكثر من أن تعد أو تحصى، لا يحصيها إلا الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الذين ارتضوه حكما عندما كادوا أن يقتتلوا على من يضع الحجر الأسود وتعاقدوا على ذلك، أي قبيلة هتحطه أو تضع الحجر الأسود في مكانه دونها الموت، وجلسوا على ذلك أياما، فقالوا نتحاكم، نتحاكم لمن؟ نتحاكم لمن يدخل علينا من الحرم، باب الحرم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إيه؟ رضينا بالأمين. ولو لم يكن هو صلى الله عليه وسلم، لو كان أحد آخر، كأنهم لن إيه؟ لن يرضوه، فرضوا بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرضوا. فإذا كانت الأمور دي كلها مع ما وصفت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها من كرى الضيف ومكارم الأخلاق وكسب إكساب المعدم أو كسب المعدوم إلى آخر هذه الأمور، والإعانة على نوائب الحق، الكلمة الجامعة لكل خصال الخير هذه ولكل الشمائل العظيمة فيه صلى الله عليه وسلم، يبقى إزاي بعد كده يتأتى أن ده يخرج؟ هل من بهذا الوصف يخرج؟ فكان هنا الايه في استنكار لهذه المسألة، كيف أخرج ولماذا أخرج ولماذا أخرج صلى الله عليه وسلم؟ أو مخرجيهم؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة رضي الله عنها وصفها. وقد استدل ابن الدغنة بمثل ذلك في بتلك الأوصاف على ألا يخرج الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال السهيلي: يؤخذ منه شدة مفارقة الوطن على النفس، شدة مفارقة للوطن على النفس، فإنه صلى الله عليه وسلم سمع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه، فلم يظهر منه صلى الله عليه وسلم انزعاج لذلك، فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه صلى الله عليه وسلم لذلك لحب الوطن وإلفه، فقال: أو مخرجيهم؟ قال: ويؤيد ذلك إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه، فإنه مشعر بهذا الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع، أن قال ذلك إيه؟ مستنكرا أو إيه؟ متفجعا، فزع من ذلك صلى الله عليه وسلم. ويؤكد ذلك أن الوطن المشار إليه حرم الله، هو ده الضابط بقى، هو ده الإيه؟ الضابط. يبقى مش لأجل عموم الوطن، يعني مش لأجل عموم الإيه؟ وإلا فالإنسان ممكن يتخذ إيه؟ يتخذ وطنا غير وطنه الأصلي، يتخذ وطنا غير وطنه الأصلي، كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. ليه كعابر سبيل؟ معنى كن كعابر السبيل ليه؟ إن الغريب قد يستقر يعجب الحال في مكان، يتكسب، يتزوج، يبقى له ذرية أولاد، يتوسع رزقه في هذا المكان فيتخذه وطنا. ولذلك معمر رحمه الله لما كان في اليمن وأراد أن يرتحل، فعز عليهم عالم يخرج ويتركهم، يعني تتأتى ذي المسألة ديت، لما يخرجش فذهبوا إلى شيخ لهم، ماذا نصنع؟ عايزين العالم ده يفضل بيننا. فقال: أوثقوه. طب يعني أوثقوه؟ هنجيب له حبل نربطه بيه عشان ما يمشيش، يعني نقيده؟ قال: لا، زوجوه. يبقى دلوقتي لما يتجوز هيعمل إيه؟ يبقى له أهل، يبقى له ذرية، يبقى هيعمل إيه بقى؟ يستقر، يستقر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكن المدينة ومات بها صلى الله عليه وسلم. طيب، وكثير من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رابطوا بالشام وماتوا في الشام وفي مصر وفي العراق وفي الطائف،
إلى آخر هذه الأمور. يبقى ممكن الإنسان يأخذ إيه؟ وطن غير موطنه. لكن فزع النبي صلى الله عليه وسلم أو تفجعه لأجل أنه يفارق إيه؟ جوار بيت الله، البلدة، أم القرى، حرم الله، واضح كده؟ هو ده اللي بقى تحركت عند ذلك نفسه صلى الله عليه وسلم وفزع لأجل مسألة الإيه؟ الإخراج. لكن دي سنة إيه؟ سنة ماضية. يبقى المسألة دي سنة إيه؟ سنة ماضية. خرج إبراهيم، خرج موسى عليه الصلاة والسلام، إلى آخر إيه؟ إلى آخر هذه الأمور المعروفة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يشهد لهذا المعنى ما أخرج أحمد في مسنده، وكذلك الترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند صحيح عن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة قال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض الله، هذه واحدة، وأحب أرض الله إلى الله عز وجل، هذه الثانية، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. يبقى أنا ما أخرجش من مكة ليه؟ لأنها إيه؟ خير البقاع، أم القرى الثانية، والحاجة الثانية أنها إيه؟ أحب البلاد وأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى، أحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون انزعاجه صلى الله عليه وسلم كان من جهة خشية فوات ما أمله من إيمان قومه بالله تبارك وتعالى، وأن ينقذهم من وضر الشرك، الوضر وسخ الشرك وأدناس الجاهلية وعذاب الآخرة، وليتم له المراد من إرساله إليهم، أن ينقذهم من الإيه؟ من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنقذوا أنفسكم من النار، اشتروا أنفسكم من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم انزعج من الأمرين معا، الإخراج أن هم ينابذوه العداء، ينابذوه العداء صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية تانية إلا أوذي. واضح كده؟ طيب، العلة التي ذكرها ورقة رحمه الله تعالى، ذكر أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم، خطورة تعظيم الموروثات، تعظيم التقاليد، العادات البالية، تقاليد الآباء والأجداد، أنه ورقة يعني علم من الكتاب أنهم لا يجيبونه إلا ذلك. يبقى كأن ورقة مسألة برضو استقرائية مستندة إلى العلم، حيقول أن دلوقتي أي إنسان يدعو إلى دعوة تخالف ما عليه القوم، تخالف ما عليه الناس، تخرجهم عن المألوف، عن المعتاد بالنسبة إليهم، على ما نشأوا عليه، إن وجدنا آباءنا على أمة، ماشي كده، على هذا الأمر يبقى لابد أنه إيه؟ حيعادى، لابد أنه إيه؟ حيعادى، وحتكون في مواجهة، يكون في صدام، يكون في صراع، واضح كده؟ ممكن دي مسألة استقرائية، أو أنه عنده علم من الكتاب أنهم لن إيه؟ لن يجيبونه، أنها سنة ماضية في رسل الله تبارك وتعالى، وأنه يلزمه لذلك، يلزم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المنابذة لهم ومعاداتهم، فتنشأ العداوة من ثم. وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام. يبقى أو مخرجيهم، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيستفهم ليه، يبقى دلوقتي يحتاج ليه لوجود الدليل. ايه الدليل اللي ساقه ورقه؟ انه عنده علم الكتاب الاول، انه ما جاء رجل. يبقى كل الانبياء، كل المرسلين، كل اللي جاءوا مثل ما جئت به، هيحصل بينهم وبين قومهم ايه؟ عداوه، هيحصل بينهم وبين قومهم ايه؟ عداوه. طيب، هذا الامر سنه سنها الله تبارك وتعالى في الخلق، فقال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يبقى سنة ولا مش سنة؟ سنة من سنن الله تبارك وتعالى. فمن حكمة الله تبارك وتعالى في جعل للأنبياء أعداء من المجرمين أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان. فجاء في حديث عياض المتقدم معنا أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، أخرجه مسلم وأحمد وغيرهم، ماشي كده، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. يبقى لابد منين؟
يبقى البلاء الابتلاء، واضح كده؟ الايه؟ الابتلاء. هذا امر. الامر الثاني ان يتميز الصادق من الكاذب، ان كل الناس لو انهم عند الايمان كلهم امنوا واستقر الامر، الكل هنا ايه مستقر ما فيش اشكاليه، ايه اللي يبين فعلا هذا صادق من هذا كاذب؟ ايه اللي حيبين هذا الامر؟ الابتلاءات، المحن والفتن، ما يصار من شبهات تتعلق بالمعتقد او الشهوات التي تتعلق بالايه بارادات النفس والهوى، واضح كده؟ ده اللي حيبين بقى ليه الصادق فعلا في ايمانه، وحيبين كذلك الصادق في خوفه من الله تبارك وتعالى عند ورود الشهوات او عند ورود الشبهات، ويبين الكاذب المدعي لذلك. يبقى لابد منين؟ لابد من الامتحان، لابد من الايه؟ لابد من الامتحان، ولابد من التعرض للايه؟ للابتلاء. يبقى دي مساله عرفها النبي صلى الله عليه وسلم منذ اول ايه؟ منذ اول لحظات الدعوه صلى الله عليه وسلم، عشان ما يتخيلش احد ان الطريق هيكون ايه؟ مفروش هكذا بالورود، والناس هتفتح يعني دراعتها وصدرها لأهل الحق، لأهل الإيه؟ لأهل الحق. ولكن لابد من المنابذة، لابد من النزال، لابد من الصراع. إياك تتخيل أن الصراع ده فيه شر ليك، ولكن الصراع ده كله خير لك إذا أنت أحسنت قراءة السنن، إذا أنت أحسنت قراءة الإيه؟ قراءة السنن. ولذلك قال أهل العلم ليتميز الصادق من الكاذب، قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تحصل هذه المسألة لما تتأتاش، ليه ما تتأتاش؟ ولقد فتن الذين من قبلهم. ليه؟ يبقى دي سنن ولا مش سنن؟ إيه الحكمة من ذلك؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يتميز هذا من هذا، يتميز هذا من هذا. فمضت سنة الله تعالى في كل من يدعي الإيمان أن يبتليه رب العزة تبارك وتعالى بأنواع من الابتلاءات المختلفة، نقص الأموال، الأنفس، الثمرات، الابتلاء في النفس، إلى آخر هذه الأمور، حتى إدالة الأعداء عليهم أحيانا. وهل يحب الله تبارك وتعالى الإدالة على أوليائه؟ انتبه لهذا المعنى، انتبه لهذا المعنى. حتى هذه الإدالة، حتى هذه الإدالة عليهم أحيانا فإنها مترتبة عليها لهذه الإيه؟ لهذه المنافع، لهذه الإيه؟ لهذه المنافع، لأجل الابتلاء والاختبار ولرفعة الدرجات عند الله تبارك وتعالى، لمن إيه؟ لمن ثبت رسوخه وثبت رسوخ الإيمان في قلبه ولم يمس ذلك شيئا من إيه؟ شيئا من معتقده، وازداد إيمانا على إيمانا. نعم. فقال ومجاهدة الأعداء كذلك بالحجة والسلاح ونحو ذلك من الفتن وأنواع الابتلاء التي ترجع كلها إلى فتنة الشبهات المعارضة للاعتقاد والشهوات المعارضة للإرادة. فمن كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل ويدفعه بما معه من الحق، وعند ورود الشهوات الموجبة الداعية إلى المعاصي أو الصارفة عن أوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد هذه الشهوات ولا تصدق ولا تصدفه عن أوامر الله تبارك وتعالى، فضلا عن الوقوع في المحرمات، دل ذلك على إيه؟ على صدق إيمانه. قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. إيه الحكاية؟ وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أدي هنا مسألة فين؟ مسألة تتعلق بشبهات اللي بشبهات اللي حتتعرض في الاعتقاد، واضح كده؟ ولذلك قال غيرهم ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه؟ إلا غرورا، إلا غرورا. وفي الأمور التي تتعلق بأمور يعني الشهوات وغيرها قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. عند ورود الشهوات قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما قعش في لا يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى ويخالف أوامر الله تبارك وتعالى في ورود شبهات، في ورود إيه؟ في ورود الشهوات. أما غيرهم من كان عند ورود الشبهات تؤثر في قلبه شكا وريبا، وعند اعتراض الشهوات تصرفه إلى المعاصي
أو تصدفه عن الواجبات دل ذلك على عدم صحة إيمانه وعلى خلاف صدقه. ومن ذلك قوله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا الصنف إن لم يسري عليه الابتلاء وتمضي عليه الفتن هيبقى مستقر على إيه؟ مستقر على الإيمان، ما فيش إشكالية. لما يجيله الاختبار والامتحان يبان إيه؟ يبان معدنه، يبان عنصره، إن كان خبيثا أم كان إيه؟ أم كان طيبا، أم كان طيبا. فنسأل الله عز وجل الثبات على الحق. نعم. أيضا من هذه الحكم أن الحق يعلو على الباطل عندما يتبين حجة الحق وقوة أدلته وكيف يدمغ الشبهات التي قد تصار في وجهه. ولذلك احنا محتاجين ننظر في الحوار القرآني بين أهل الحق وبين أهل الباطل. انظر مثلا في سورة الشعراء، الحوار بين موسى وبين فرعون، الحوار مثلا بين إبراهيم عليه السلام وبين النمرود، ماشي كده، ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. محتاجين ننظر في هذا. فمتى تقابل الحق مع الباطل في دائرة هذا الصراع بين الحق وبين الباطل إلا كانت إيه؟ أدلة الحق دامغة. فيحصل إيه للحق؟ يعلو على الباطل، يبان ويتضح ويستنير ويزيل جميع الشبهات ويدمغها. ولذلك إيه اللي حدث مع سحرة فرعون عندما استبانوا الحق؟ هل ممكن كان يفضلوا على هذا الأمر لولا وضوح الحجة؟ شوف أدي معاني الإيه. ولذلك لما تعرضوا لأشد أنواع الإيذاء والابتلاء وكده أقابلوا الأمر بمنتهى الاستخفاف، وعملوا لهم: لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا تعلمن أينا أشد عذابا. شوف الرد: اقضي ما أنت قاض، لا ضير، إنما تقضي هذه الحياة الإيه؟ الدنيا. شوف الرد، رغم شوف شدة الوعيد، لأنهم إيه؟ تبين الحق. يبقى عند معارضة الحق للباطل ومعارضة الباطل للحق إيه اللي حيظهر؟ الحق لوضوح أدلته وقوة شواهده، فيدمغ الإيه؟ ولذلك قال الله عز وجل: قل جاء الحق وزهق إن الباطل. يبقى إذن الباطل يحمل في طياته أسباب زواله، لكن امتى يزول؟ لما يظهر الحق، لما يظهر الايه؟ الحق. فالحق يزداد اتساع على حساب ايه؟ على حساب الباطل وعلى حساب اهل الباطل. واضح كده؟ ننتبه لهذا ايه؟ لهذا المعنى، لهذا المعنى. نعم. كما قال الله عز وجل: ألم يرى الذين كفروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يبقى الحق حيزداد على إيه؟ تزداد رقعة الحق على مساحة على حساب إيه؟ رقعة الباطل. واضح المعنى؟ فيبقى كل دوت لصالح إيه؟ لصالح الحق ولصالح أهل الحق. ولما يشوف أهل الحق هذا الأمر يحصل لهم إيه؟ يزداد الذين آمنوا إيه؟ إيمانا. إذن هذه مصالح تتحقق في إيه؟ في مواجهة وفي معارضة الباطل للحق. وأن يتبين بذلك ما يفعل الله تبارك وتعالى بأهل الحق من الكرامة الذي جاهد وقاتل وبذل نفسه وبذل وقته وبذل ماله، لم يقبل بأي شيء في هذا الأمر في هذه المساواة، كانت مواجهة بالحجة أو كانت المواجهة في ساحات النزال والقتال. كل هذه الأمور، كل هذه الأمور، كل ذي هتبل له إيه؟ هتبلها لا تبدو له وتظهر له هذه الايه؟ هذه الكرامه. ولذلك احنا محتاجين نقرا سوره ال عمران في وقعه احد قراءه متانيه: واتخذ منكم ايه؟ شهداء. رغم ان ظاهر الامر في اداله على المؤمنين، في اداله على الايه؟ في اداله على المؤمنين، ولكن هنا لهم مكانه عند الله عز وجل لا يصلونها بالاعمال الظاهره منهم، ولو انقطعت الأجل لن يصلوا إلى هذه المرتبة ولا هذه المنزلة. فجريان الابتلاء أو إجراء الابتلاء عليهم بهذه الصورة وبهذا الوضع يعمل إيه في درجتهم عند الله عز وجل؟
يرفع لهم هذه الدرجة وهذه المكانة عند الله تبارك وتعالى، فتتحقق لهم الايه؟ تتحقق لهم الكرامة، تتحقق لهم الكرامة عند الله تبارك وتعالى. وعلى المقابل وليخزي الايه؟ وليخزي الكافرين وليخزي الفاسقين، مش كده؟ يمحق الايه؟ يمحق أهل الكفر، وتكون على أهل يكون على أهل الباطل الخزلان والإيه؟ وسوء العاقبة والعقاب من الله تبارك وتعالى. فيه أيضا مسألة مهمة جدا يعني نقف عندها، وهي إن في الحديث دلالة، ما جاء رجل دلالة على إيه هنا؟ أن الأنبياء الرسل واضح كده لا يكونوا إلا منين؟ إلا من الرجال، لا يكونوا أبدا إلا من إيه؟ إلا من الرجال دون النساء، ماشي كده؟ وهذا كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. يبقى لابد أن يكون إيه؟ الدعوة أو الرسالة بقى، النبوة في إيه؟ النبوة في مين؟ النبوة في الرجال، أنها منوطة بالإيه؟ بالذكور، بالرجال، وليست بالإيه؟ بالنساء. مريم صديقة، ماشي كده؟ مريم إيه؟ صديقة. يعني نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قلت وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.